عودة من جديد مشاهدينا وفقرتنا الأولى استضافة مسرح نادي الخرطوم جنوب للموسيقى منتدى إخوان الموسيقار عبد الله الكردفاني، وكان المنتدى عن موسيقى الجاز، وأيضا شرف المنتدى العديد من المهتمين بموسيقى الجاز من النجوم الكبار وأيضا من الشباب المطلع. نذهب إلى الكنترول ونرجع نتواصل معكم من جديد. يعني قدر ما يعني أقول كلمات من الثناء والشكر لأخواننا قناة النيل الأزرق ما بقدر أفيهم حقهم، لأنهم حقيقة يعني في كل الفعاليات بتاعتنا اللي قمناها نحن تخليد لذكرى الموسيقار الكبير الفنان عبد الله أحمد آدم الكردفاني، هم كانوا في تغطية مستمرة لفعالياتنا. بدأت من التأبين في مسرح سيد خليفة بنادي كوبرا الثقافي، وكانت الفعالية الأولى لصالون الكورد اللي هي تقييم لأغاني غرب السودان، كانت بوجود الأستاذ الكبير التجاني حاج موسى والأستاذ عمر إحساس. هذه هي الفعالية الثانية، وحقيقة يعني يمكن بمحادثة هاتفية الآن هم بيشكلوا تيم كامل عشان ما ينقلوا الفعاليات دي. الآن الفعالية بتاعتنا دي عن موسيقى الجاز، هي الموسيقى حقيقة يعني كان لها تاريخ ممتاز جدا، حاضرة يعني لأسباب كثيرة جدا يمكن يتحدثوا عنه الفنيين، شوية اندثرت ودعينا نشوف مستقبلها هيكون شنو. الحاضر دلوقتي بيقول أنه يعني هذه الموسيقى ما لقت طريقة عشان تمشي لقدام، لأنه ما في منصات بتاعت عمل، ما في فرص مشاركات في حفلات جماهيرية ولا حفلات رسمية على الدولة، وتوقفت الفرق لأنه الإمكانيات الآن بتاعتها بقت ضعيفة وبقت ما تقدر حتى تغطي تكاليف البروفات المستقبل بالنسبة، لأنه فرق كويس لأنه الآن الفرق ذاتها معظمها، وحتى الشبابية ابتدت تتجه أنها تعمل أقنيات على قاعات محلية وتجيش المطلوب، عشان الأقنية تتطور وتمشي لقدام لابد أن تبدأ من عتبة البيت، عتبة البيت هي القاعة المحلية، مع استخدام الإيقاع المحلي مع الموسيقى الحديثة مع المركبات الموسيقية الموسيقى بتاعتنا هتمشي لقدام. أنا أعتقد أنه المستقبل حيكون مشرق ويكون جميل جدا 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 إذا الناس اتبعت الإيقاعات المحلية في مركبات موسيقية عالمية. هذه المجموعة الثقافية الفنية التي تم إنشائها بعد وفاة المرحوم الموسيقار عبد الله الكردفاني. نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين والشعراء وإلى آخره. هذه المجموعة تتفاوت أعدادها 1000 شخص. ها نحن اليوم في الصيلون الثاني لأخوان الكورد، صيلون موسيقى الجاز الماضي الحاضر والمستقبل في نادي الخرطوم أو بدار الخرطوم جنوب للموسيقى والمسرح. نحن في مجموعة الكورد عندنا صوالين ثقافية يوم من كل يوم 25. هذه الصوالين هي عبارة عن ذكرى
للمرحوم المصغر عبد الله الكورد الذي توفى يوم 25. هذا هو الصيلون الثاني موسيقى الجاز. الصيلون الاول كان في نادي الامير البحراوي كان باغاني كردفان. المفاجاه بتاعتنا حتكون بعد العيد يوم 25 هو تجربه الكردفاني مع الفنان المرحوم محمود عبد العزيز. نتكلم فيها دي فيها معاناة شديدة لفقد إنسان يحمل في مضامينه في أعماله في تلحينه في ما قدمه لبلده وما قدمه لكوبر على وجه الخصوص. نحس به موجود معانا في أي وقت، إحساسنا به ما بينعدم، إبداعه فات حد طويل. عشان كده من طالب ونتمنى أن المبدعين في بلادي يأخذوا حقهم أحياء وأموات، ما نقعد نأبن بس. ليه نحن منكرم؟ لما دخلوا ذو الحقه نعطيه حقه وهو عايش معانا يمتعنا بألحانه ويحلق بينا في سوامات الطرب، وفي النهاية يتسول المعيشة يتسول العلاج. أما كان الأجدر بنا أن نحترم المثقف ونحترم المبدع أي كان. المبدعين في بلادي مظلومين ظلما عجيب، لا نحس بهم إلا بعد أن يفارقوا هذه الأرض وإلى عالم آخر نحس به ونقعد نتكلم عنه ونرجع لإرثنا. في إطار فعاليات منتدى إخوان الكورد قامت المجموعة اليوم بنادي الخرطوم للغناء والموسيقى، منتدى يتناول دخول الجاز السودان وما عليه وما به وما هو مستقبله. وهذا المنتدى لابد أن نحيي القائمين على أمره، هو أقيم إحياء لذكرى العازف المميز عبد الله الكردفاني، وظل يقدم برامجه الثقافية والاجتماعية في على كل أنحاء العاصمة القومية. هذا هو المنتدى الثاني أو الثالث والذي يتزامن مع تاريخ وفاة هذا العازف المبدع الذي شكل وجدانيات الشعب السوداني. المنتدى هو بعنوان موسيقى الجاز الماضي والحاضر والمستقبل. المنتدى الأول كان في نادي الأمير البحراوي وكان عن أغنيات وموسيقى غرب السودان، وهي فعالية شهرية إن شاء الله يعني بيقوم بها منتدى أخوان الكورد الفني تخليدا لذكرى أخونا وصديقنا الموسيقار الفنان عبد الله الكردفاني. ونحن سعيدين جدا جدا بنقوم بهذا العمل الطوعي تخليدا لذكرى الراحل المرحوم عبد الله الكردفاني. حقيقة عملنا مشاريع كثيرة جدا، نحن في اللجنة التنفيذية ومشروع السوقية، ومشروع السوقية بدينا في بيته وعملنا سبيل برا، وعندنا مشاريع أخرى عن حفر آبار ارتوازية في عدة مناطق
وآلينا على نفسنا إن إحنا أصدقاء المرحوم من فنانين وموسيقيين في سرادق العزاء، إنه نحن تخليدا لذكرى الراحل عبد الله بما قدمه عبد الله الكردفاني، وهو رجل يستاهل كل خير، ربنا يرحمه ويغفر له. مشاهدينا، عكست الكم الهائل من الحضور لمنتدى الموسيقار عبد الله الكردفاني من امهر واميز العازفين في السودان. نتعامل مع عدد كبير من الفنانين، يعني وخصوصا الفنانين اليوم اسم في السودان وحتى من شباب الجيل الحالي. الف رحمه ونور على الموسيقار الكبير عبد الله الكردفاني. بعد الفاصل نستقبل زميله عزيزه جدا، تابعونا مشاهدينا.